تسر إذاعة البيان أن تقدم لكم تفسير سورة الكهف للشيخ عبد العزيز الراجحي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يسر إذاعة البيان أن تقدم لكم تفسير سورة الكهف للشيخ عبد العزيز الراجحي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.